غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. أنا بتكلم هلو؟ 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 أنا بتكلم اتفضل. هلو؟ مساء الخير يا فندم. مساء النور. في إمكاني أتكلم مع الدكتور القس نبيل أسعد؟ هو عنده برنامج لايف هيبتدي دلوقتي وهو في الاستوديو، ممكن تكلمه بعد ساعة ونص. مين معايا؟ أنا اسمي وسام عبد الله، بتكلم من نيويورك حضرتك. ممكن تكلمه إمتى؟ بعد إيه؟ طب في إمكانية آخد بعد ساعة ونص. هل البرنامج اللي بيتكلم فيه ده بيستقبل فيه المكالمات مباشر ولا إيه؟ بيستقبل فيه مكالمات مباشر بس تكون خاصة بالحلقة يعني. طب الحلقة النهاردة سؤال خاص بالحلقة. طب ايه الموضوع الحلقة اليوم؟ النهاردة بيشرح في انجيل متى. النهاردة بيشرح في انجيل متى. طب في امكانية ممكن اتصل بطيب امتى ممكن اتصل برقم مباشر على اساس نتكلم معاه مباشر؟ هسأله سؤال في انجيل متى لو حضرتك عاوز اسأله في موضوع في انجيل متى. نعم بعد ساعة ونص. لا لا حضرتك انت فهمت غلط، انت قلتي في برنامج ساعة ونص لو كان ده برايفت كول يعني. لا هو الواد عنده لايف برودكاست دلوقتي من في بعد ساعة ونص لو برايفت كول. ايوه انا فاهم يا فندم، انا فاهم انا فاهم الموضوع ده خلص خلاص فهمت. انا دلوقتي بسألك سؤال. انت بتقولي عنده برنامج دلوقتي على الهواء، البرنامج بيستقبل مكالمات من الناس. طيب يا فندم انا عاوز الرقم عشان اتصل بيه واسأله سؤال، ايه المشكلة؟ نفس الرقم ده تحت امرك. نفس الرقم لو في حاجه في الحلقه خاصه بالحلقه. ايوه هو بالحلقه، هل ممكن اكلمه طب الان بالحلقه؟ البن لسه ما ابتداش. طيب اكلم حضرتك امتى يكون البرنامج ابتدى؟ ممكن تتكلم بعد 10 دقائق. اوكي انا اتصل بحضرتك بعد 10 دقائق ومتشكرين جدا. حضرتك الكنترول ولا ايه؟ طيب اهلا وسهلا بيك، اخذنا بركة يعني. يا اهلا بحضرتك. مع السلامة. يا اهلا بحضرتك. مع السلامة. سلام. جميل جميل جدا. الراجل ده اللي اتصلنا بقى قبل كده ورفض. يعني بلاش نقول جميع البنات نتصل بعد 10 دقايق فكروني وبعدين اقول ده كويس. وبعدين وهنسأله في نفس الكلام. هنسأله في نفس الكلام يعني ان شاء الله. Your call has been forwarded to an automated voice message. شفت ما اخدوش المكالمة. شفت رافضين ياخدوا. شوفت مش عاوزين ياخدوا المكالمة. مش عاوزين ياخدوها. سبحان الله. تفضل حضرتك. سبحان الله سبحانك يا رب سبحانك يا رب سبحانك يا رب.
يا المسيحية ضعيفة كده جدا كده جدا جدا كده. طيب شوفوا يا اخوة الكرام الاتصال بس عشان تبقوا عارفين مين اللي بنكلمه. كان معانا اللي هو مباشرة الان اتصال على الدكتور القس نبيل اسعد. الدكتور القس نبيل اسعد مؤسس جامعة لاهوتية في الولايات المتحدة الامريكية ومعاه دكتوراه في اللاهوت. اتصلنا بيه قبل كده ورفض اي سؤال في المسيحية. الان ما اتصلنا بيه الان رد. هو كمان مذيع في قناة الكلمة، قناة الكلمة. فقالت لي في ليه برنامج بعد 10 دقايق، اتصل بيه وندخلك، هو بيتكلم على انجيل مات. اتصلت اهو، رفضت تاخد المكالمة. رفضت تاخد المكالمة. هي طبعا قالت له مليون في المية يعني، اتفضلي رفض. يعني سبحان الله، يعني عقيدة في منتهى الضعف، خايفين من سؤال مباشر على الهواء مباشرة. أنا عاوز أسأله مباشر على الهواء أمام الملايين اللي بيسمعوا. الدكتور نبيل أسعد مؤسس جامعة لاهوتية في أمريكا وحصل على درجة الدكتوراه في اللاهوت ويعطي دكتوراه في اللاهوت في الجامعة بتاعته. الدكتور القس نبيل أسعد هو دكتور. الدكتور القس نبيل أسعد مؤسس ورئيس جامعة الروح القدس في أمريكا والحاصل على درجة الدكتوراه في اللاهوت في الدراسات الكتابية والفلسفة في التعليم المسيحي واللاهوت الراعوج. اتفضل يا حضرتك. الاتصال الأول وده الاتصال الأول بيقول أنا لا أقدر أن أناظر أو أرد. أنا لا أقدر أن أناظر أو أرد. الاتصال ده رفضه مداخلة وسؤال مباشر على قناة الكلمة في البرنامج بتاعه. والبرنامج كان عن إنجيل متى. مؤسس وصاحب قناة الكلمة. خاف ياخد سؤال في المسيحية سبحان الله. ألو؟ ألو؟ حضرتك كلمة ألو؟ ايوه حضرتك كنت بتتكلم. ايوه حضرتك امس انا اتصلت اسال على الدكتور نبيل سعد. حضرتك قلت لي اتصل بعد 10 دقائق البرنامج لايف. اتصلت حضرتك اكتر من مره كان موجود انصر ماشين وما ادتنيش فرصه اكلمه على الهواء مباشره. عندنا دكتور السيستم حاجه مش نافعه يعني بايظه فمش نافع اي مدخلين. لا انت حضرتك قلت لي ان برنامج مباشر فيه مداخلات وقلت لي اتصل بنفس الرقم بعد 10 دقايق. اتصلت وعملت. انا بقول لحضرتك السيستم بايظ فبيحاول يصلحه. السيستم بايظ مش عارفين نعمل مداخلات. حاجه غريبه شايفين كده. لا 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 حاجه السيستم بايظ على بختي انا. لا لا عندكم حق معلش انا حظي وحش جيت عليا والسيستم بايظ حظي وحش انا فعلا. طب هو هل الدكتور موجود ممكن اكلمه؟ لا في الحقيقة مش موجود. مش موجود. أنا مش عارف حضرتك مين. أنا اسم حضرتك الأستاذ وسام عبد الله وبتكلم برضو من أمريكا من نيويورك. يعني طب دلوقتي يا أهلا بحضرتك مرحب بيك. طب ممكن أكلمه إمتى يكون موجود؟ بعد أسبوع. بعد أسبوع شكرا مع السلامة. اتفضلوا حضراتكم. اتفضلوا. البرنامج كان بايظ أمس. تخيلوا برنامج على الهواء مباشرة اللايف قالت لي اتصل بعد 10 دقايق قلت لها اتصل واسال في انجيل متى لان كان الموضوع متى ما ادونيش فرصه وبتقول اصل في مشكله ايه ده انت قايله لي والاتصال بتاع امس موجود والاخر يا ريت تخلي الاتصالين مع بعض يعني وقالت لي اتصل وتفضل يا حضرتك. كان معانا لواء مباشره الان ثواني حضراتكم نديك صوره ده تليفون الدكتور القس نبيل اسعد. الدكتور القس نبيل اسعد يا ريت تنزل معلوماته على التكس اخونا فولس تنزل معلوماته. هذا راجل علامه من اكبر علماء البروتستانت في امريكا من اصول مصريه. الراجل ليه مؤسسه لاهوتيه جامعه لاهوتيه والراجل معاه دكتوراه في اللاهوت وبيعطي دكتوراه في اللاهوت. اتصلت بيه قبل كده
فقال انا غير مستعد ورفض يرد على اي سؤال. امس اتصلنا، لما اتصلنا بيه امس، فهو كمان مؤسس قناة اسمها الكلمة، فقالت لي لا هو الوقت يكلمه بعد ساعة. قلت لها، قالت لي بس هو عنده برنامج اصلا مشغول. قلت لها ممتاز، البرنامج ده فيه مباشر؟ قالت لها ممكن تتصل واحنا هو يرد على السؤال بتاعك. قلت لها طب الموضوع ايه؟ قالت لي بس تتكلم في نفس الموضوع. ايه الموضوع؟ قالت لي انجيل متى. امبارح عملت اكتر من 10 محاولات، حطيت وضع لي انصر ماشيين عشان ما اعملش مداخله. مع تحيات اخوانكم في غرفه الحوار الاسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوج. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، تكبير، كل فرد منكم، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي، الحمد لله، الحمد لله، حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود يا من جل قدرا، جل قدرا، لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا.